وفاة عاملين في مجمع سيفيتال ببجاية في حادث عمل مميت تم الكشف عنه من طرف مجمع سيفيتال وعائلة الضحيتان التفاصيل بعد قليل أهلا بكم إذا قضية وفاة عاملين في مجمع سيفيتال للمواد الغذائية ببجاية تم الكشف عنها عبر بيان لشركة سيفيتال التي أكدت وقوع الحادثة ليلة الرابع إلى الخامس من شهر أكتوبر الجاري، وجاء في بيان الشركة وفاة عاملين ببجاية إثر حادث عمل بيان مجمع سيفيتال. نعلن ببالغ الحزن والأسى عن وفاة اثنين من عمال مركب الصناعات الغذائية لبجايع إثر حادث عمل وقع ليلة الرابع إلى الخامس أكتوبر 2020 المرحومان جازولي تزرارين ورشيد زيان فارقا الحياة إثر حادث حادث وقع لهما خلال تأديتهما لمهامهما إن قلوبنا في هذا الظرف الأليم مع عائلاتهما ودويهما الذين الذين نتوجه لهما بأصدق عبارات التعزية والمواساة ويجري التحقيق حاليا من قبل السلطات المختصة لتحديد الظروف الدقيقة التي أدت إلى هذا الحادث المؤسف إن لله وإنا إليه راجعون قناة فادل تيفي توصلت إلى تحديد هوية الضحيتان وهما رشيد زيان البالغ من العمر 43 سنة وتيزرارين ينجز ل 45 سنة وهما ينحدران من مدينة بجاية وقد توفي في هذا الحادث إثر اختناق بغاز الأزوت داخل مخزن للزيت بمصنع سيفيتال ببجاية وكان ذلك في حدود التاسعة ليلا عائلات الضحايا تمسكت بحقوقهما مطالبتين بتحديد الحقيقة الحادث وأسبابهما بدقة إن لله وإن إليه راجعون